السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضر مع بعضياتنا مائدة إفطار اليوم 13 من رمضان الكريم. كنعتذر البارح ما نزلتش فيديو لأنني ما صورت، ما طيبت، خديت عطلة، ولكن اليوم إن شاء الله غنحضر مع بعضياتنا مائدة متنوعة إن شاء الله. فأول حاجة غادي نبدأ بها هي العجينة ديال البطبوط أو الخبيزات الصغيرين اللي غنعمروهم بالكبدة إن شاء الله. فبالنسبة لعجينة البطبوط هي دائما المعتمدة عندي، كنعمل 3 ديال كيسان كبار أو 3 ديال الزلايف ديال الطحين، كاس واحد ديال الفينو أو زلافة ديال الفينو، معلقة السكر، نصف معلقة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال الزيت، علبة ديال الياغورت الطبيعي أو 110 غرام، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، وكنعجن بالماء دافي. العجينة ديال البطبوط راه معروفة خاصها تكون شوية مرخوفة. صافي غنخليها ترتاح واحد شوية وغندوز باش نعمل العجينة ديال القطايف اللي غنعمرهم بالجبن إن شاء الله. فالعجينة ديال القطايف غنعملها في الخلاط ديال العصير. عندي 2 كيسان كبار ديال الطحين الأبيض، كاس ديال الفينو، معلقة صغيرة ربع معلقة صغيرة ديال الملحة، تقريبا 2 معالق كبار عامرين ديال السكر، معلقه صغيره ما عامراش ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه صغيره ما عامراش ديال البيكنج باودر او الخميره ديال الحلوه، وثلاثه ديال الكيسان ديال الماء يكون دافي. في الحقيقه هاد العجينه دايره فحال ديال البغرير ديالنا، كاين اللي كيعملنا البيكربونات ديال الصودا. المهم انا هذه الوصفه كنت جربتها شحال هذه وصافي بقات هي اللي معتمده عندي. فغنضيف هذاك الماء دافي وغادي نطحن هاد المقادير هذه مزيان تقريبا واحد 3 ديال الدقائق في الخلاط ديال الضو حتى يندمجوا العناصر جيدا، وايضا يبانوا هذوك الفقاعات الفوق. وغنخلي هاد العجينه هذه ترتاح تقريبا واحد نصف ساعه عاد نبدا نطيب فيها. الخميره ديال الخبز ما خصهاش تكون كثيره باش ما يخمرش بزاف باش ما تخمرش بزاف العجينه وما يجينا هذاك القطايف ماشي مزيانين. بالنسبه للطبق الرئيسي غنعمل واحد الدجاجه قسمتها على 2 طبعا مغسوله ومنشفه مزيان. غنعمل لها واحد العطريه هكذا نطيبها فيها، واخا انا غنقد ماكله ناشفه في الفران ولكن غنطيبها في هاد التوابل في الطنجره من بعد عاد ندخلها الفران. فبالنسبه لهنايا عندي بصله كبيره مشلضه، 2 فصوص ديال الثوم، شويه ديال القزبر المعدنوس، 2 معالق ديال زيت الزيتون، تقريبا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال السكينجبير، وربع معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار. وغادي نشرمل هاد الدجاجه هادي مزيان مزيان، وغادي نضيف شويه ديال غنقليها مع في الاول غنضيف شويه ديال الماء تقريبا شي 2 معالق كبار مع هاد العطريه هذه. غنقلي هاد الدجاج هذا حتى ياخذ اللون، من بعد غنضيف له الماء الكافي اللي يطيب فيه تقريبا واحد 2 كيسان، وغنخلي هاد الدجاج هذا يطيب على خاطرو حتى يطيب، وغادي نحيدو نعملو في واحد الصينيه يبرد وعاد ندخلوه الفران باش يتحمر. غادي نرجع للعجينه ديال الخبز او الخبيزات الصغار او البطبوط اللي هي هذه تقريبا خمرات واحد او ارتاحت واحد نص ساعه. غنخرج منها الهواء وغنشكل منها كويرات صغار. بالنسبه لهاد الكرات هادو اللي غتشوفوا دابا غنزيد نقسمهم على 2 لانهم كبار بزاف. الا كانوا الخبيزات بغيتهم يجيكم شويه كبار من الاحسن انكم تشكلوهم كرات وتلقوهم بالمدلك، الا كنتم غتصاوبهم صغيورين طلقوا العجينه كامله وقطعوها دوائر. بالنسبه للناس اللي ما كيتنفخ لهمش هذا البطبوط هذا راه ساهله القضيه. العجينه خاصها تكون مرخوفه شويه وما تكونش يابسه العجينه، يعني انه فيها شي ماده دهنيه. فانا عملت فيها الزيت وعملت فيها ايضا الياغورت اللي هو كامل الدسم. ايضا نكونوا كنطلقوا العجينه بحال هكذا نرققوها شويه ما نخليوهاش غليظه حيت الا كانت غليظه راه ما غاديش تنفخ. والحاجه الثالثه هي البوطه، ملي نكونوا كنطيبوهم في الاول تكون متوسطه غير يقبطوا راسهم نجهدوا العافيه مزيان صافي راه كيتنفخوا. غناخذ كل كره ديال العجين وغنطلقها بالمدلك بحيث تولي نصف سنتيم ديال السمك.
يعني ملي كنطلق بالمدلك راني ما كنضغطش مزيان كيف ما كتشوفوا هنا، راه كيبقاو شويه فيهم ديال العجينه باش يجيبنا الخبيزات شويه زوينين، ما يجيوش رقاق بزاف بحال الورق. فهنايا غنغطيهم ونخليهم يخمروا واحد تقريبا واحد نص ساعه قبل ما نبدا نطيب فيهم. هاد الوقت هذا غنبدا نطيب في العجينه ديال القطايف. سخنت المقله اللي ما كتلصقش، المقله ديال البغرير، دهنتها بشويه ديال الزيت غير المره الاولى حتى سخنت مزيان، وغنبدا نصاوب فيها هكذا العجينه. انا عندي المقله بحال الا مهزوزه من الوسط شويه، لذلك ما كتجيش البغريره مقاده. الا كانت عندكم المقله مقاده ممكن ديروا جوج ولا ثلاثه في المقله وتزربوها هكذا، يعني تطيبوا الكميه كامله بسرعه. غنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله ديال هاد القطايف. هادو راه هاد الكميه هذه اللي صاوبت كتعطي يعني واحد الكميه لا باس بها ديال القطايف، غير هو الا كنا غنصاوبوهم يعني غنعمروهم الاحسن اننا نصاوبوهم في نفس النهار، لان الا صاوبناهم وخليناهم حتى الغدا ما كيبقاوش يلصقوا في بعضياتهم، يعني ما يمكنش نعمروهم ونلصقوهم. صافي، من بعد ما غطيب لي العجينه غنعملها هنايا في هاد الصينيه هذه بحال اللي كنعملو في المغرير، نخليه يبرد ومن بعد غادي نجمعهم. بالنسبه لهاد القطايف هادو كيجيو احسن الا صوبناهم بهذيك القشطه العربيه اللي فايته حضرتها معاكم تقريبا عندي واحد العامين ولا 3 سنين، عندي فيديو مستقل، لكن اليوم ما عنديش. كيف ما كتشوفوا هنا هاد القطايف راهم كيجيو حمرين من التحت، ما عنديش. غنعمل واحد الحشوه ديال الجبن، جبن فيلادلفيا، غنوريكم كيفاش عملت لها، هي جات زوينه. صافي، كملت الكميه كامله ديال القطايف، وغنغطيهم ونخليهم باش يبقاو شويه سخونين على ما وجدت الحشوه. بالنسبه للبطبوط غنسخن المقله الثقيله على نار تكون يعني متوسطه الى مجهده حتى تسخن مزيان مزيان. غندهنها بشويه ديال الزيت غير المره الاولى. غنحط هذوك الخبيزات في المقله اللي كتكون سخونه والعافيه كتكون متوسطه الى مجهده، غير كنحس بهم قبطوا راسهم، كنزيد في العافيه وكنبقى نقلبهم، يعني ما كنحبسوش من هذه الحركه هذه، اننا كنبقاو نقلبوهم. صافي، راه كيتنفخوا بدون مشكل. غنوريكم انا الحبات ديال البطبوط كاملين راهم تنفخوا حتى وحده، يعني ما تنفخاتش الا الا قسناهم هكذا العجينه بقى ما طابت وكيتقبوا، راهم يعني ما غاديش يتنفخوا لان الهواء كيخرج. صافي، ملي كيتنفخوا لنا كنبقاو نخليهم واحد شويه غير باش يتحمروا ياخذوا واحد اللون. هنايا غادي نوريكم باقي الكميه ديال الخبيزات، راه بنفس الطريقه طيبتهم، غادي تنفخوا كاملين. صافي، غادي نحيدهم وغادي نجمعهم في واحد الطبق، نغطيهم حتى نطيب الكبده اللي غنعمروا بها هاد الخبيزات هادو. بالنسبه للكبده غادي خليتها استقطرت مزيان حتى تقريبا نشفات، وغنعمل لها الملحه والابزار، وغنعمل لها الكمون والتحميره. صافي، هادشي اللي غادي نعمل لها. غنقلب هاد القطع هادو ديال الكبده من الجهه الاخرى وغنتبلهم بنفس الطريقه، يعني نفس التوابل. غنعمل الملحه، ابزار، الكمون. الكمون نزيدو شويه، يعني انا كتعجبني الكبده فيها الطيبه ديال الكمون، وايضا التحميره خصوصا اذا كانت عندكم تحميره من نوعيه زوينه فكتروا منها شويه. صافي، غنحط هذه الكبده هذه جانبا حتى يقرب المغرب، وغادي نقليها لانها دغيا غادي تطيب. خديت واحد الكميه ديال البطاطا صغيره قشرتها غسلتها مزيان، هي هذه،
ونعملها في الماء بارد ونزيد لها تقريبا واحد المعلقه ديال الملح باش ما تجيناش باسله. وغادي نسلقها نص سلقه، بالنسبة للحشوة ديال القطايف غنعمل انا غير الجبن ديال فيلادلفيا، زدت معاه شوية ديال الكريمة الحامضة، شنو سميتها بالفرنسية نسيت، سابر كريم و كريم فريش، كتكون ثقيلة. عملت واحد الكمية ديال فيلادلفيا معها واحد تقريبا واحد الكاس صغير ديال هذيك لا كريم فريش اللي كتكون ثقيلة. عملت القشور ديال الحامضة والعصير ديال الحامضة، معلقة ديال الفاني، جوج ساشيات ديال السكر فانيليا، واحد الكمية ديال السكر بودرة، ما نكتروش لأننا غنصاوب واحد القطر غنسقيو به هاد القطايف هادو. ممكن تضيفوا أكتر من هكذا ديال السكر بودرة، أنا صافي هكذا اكتفيت بهاد الكمية هادي. وغادي نخلط جيدا حتى يندمجوا العناصر كاملة. غادي نعمل هاد الحشوه هادي او هاد الجبن هذا في واحد الكيس بلاستيكي، ممكن نستعملو الكيس ديال الحلواني، انا في الحقيقه عجزت نمشي نقلب عليه فهداك الشيء ديال الحلوه فعملت غير كيس بلاستيكي. غادي نجمع هذاك الجبن مزيان مزيان في واحد الركن ديال هاد الكيس هذا، غنقطع واحد التقطيعه صغيره ومن بعد غنعمر به القطايف. بالنسبه للقطايف غناخد كل حبه وغنقرص لها هكذا الجناب ديالها ويلصقوا. غنعمل واحد الكميه ديال هاد القطايف هكذا، ومن بعد غادي نبدا نعمر هاد القطايف هادو. كيف ما قلت لكم هي احسن لو توجدوا الى عندكم الوقت توجدوا هذيك القشطه العربيه، راه كتجي رائعه هاد الوصفه هادي. انا ما يعني ما كنتش اولى انني نصاوبهم لذلك ما وجدتش، غير هي خصكم توجدوها تقريبا ليله من قبل او نهار من قبل، المهم واحد المده وحفظوها بها في الثلاجه. صافي غنعمر هاد القطايف هادو بالكريمه ديال الجبن او الجبن اللي حضرناه، غادي نستفهم هكذا في الطبسيل حتى نكمل الكميه كامله او الكميه اللي غادي تحتاجوها. غير هو كيف ما قلت لكم راه ما يمكنش تخليهم حتى الغدلي لانهم ملي كيبردوا ما كيبقاوش يلصقوا، يعني ما غيتجمعوا لكمش بحال هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديال القطايف ديالنا، غنعملهم في الثلاجه باش يبردوا. وفي هذا الوقت هذا غنحضروا القطر اللي هو كاس ديال السكر، كاس ديال الماء بارد، ونص حامضه، وغنعملهم فوق البوطه يطيبوا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. ملي يدوب السكر ويغلى الخليط غنخليهم تقريبا 5 ديال الدقائق وغادي نطفي عليهم. من بعد غنضيف لهم واحد المعلقه كبيره ديال الماء ورد او ممكن تستعملوا الماء ديال الزهر. هنا راني شعلت الفران على درجة حرارة 200، يعني درجة شوية مرتفعة، ماشي 200 تقريبا 220 240، المهم الدرجة اللي غتحمروا فيها الدجاج. بالنسبة للبطاطا انا خليتها شوية حتى هرات، ولكن راها بردات راها باردة، حاولوا نتوما انكم تعملوا لها غير نص سلقة الا بغيتوا تستعملوا هذه الطريقة. هذه غنتبلها بشوية ديال زيت الزيتون، شوية الملحة، ثوم بودرة، وأيضا البصل الجاف، وشوية ديال الأعشاب الجافة، وغادي نخلط مزيان مزيان مع زيت الزيتون، وغندخلها الفران تحمر. غنعملها هاد البطاطا هادي غنعملها في النص ديال الصينية، وغنخلي واحد شوية فين غنحط الدجاج، لأن طبعا الدجاج ما ياخدش وقت بزاف بحال البطاطا باش يتحمر في الفران. صافي وغندخلو الفران. بالنسبة لهاديك الكبدة سخنت شويه ديال زيت الزيتون، الحقيقه كنت باغا نعمل شويه ديال الزيت وما عرفتش شنو وقع لي وعملت هذه الكميه، المهم ماشي مشكل. غادي نطيب الكبده في الزيت، راه ناشفه يعني ما غتطلق لا ما حتى شي حاجه، دغيا دغيا غادي تشوى.
بالنسبة للعصير ديال اليوم كان عندي هذا العصير ديال الحامض، شريته كانت قبل رمضان كان عندي، فضفت له غير شوية الحامض مقطع ونعناع. بالنسبة لهذاك الدجاج راه برد، حيدته من المرقة من طاب، خليته حتى برد. عندي هنا تقريبا 1 جوج معالق كبار ديال الزبدة ومعلقة كبيرة ديال الهريسة، غنخلطهم مزيان مزيان وغادي ندهن بهم داك الدجاج وندخلهم للفران في هذيك الصينية اللي تلي فيها البطاطا باش يتحمروا ويسخنوا، باش يتحمروا ياخذوا شوية اللون وأيضا باش يسخنوا. من بعد ما طابت هذيك الكبدة خليتها ارتاحت واحد شوية، يعني بردت واحد شوية ماشي بزاف، باش منين نقطعها ما يطلقش الماء، يعني تبقى محافظة على هذاك ما تجيش ناشفة بزاف. فقنقطع طريفات صغار، غناخد هذوك الخبيزات اللي طيبناهم غادي نفتحهم بالمقص. بالنسبة لهاد العمارة هادي او هاد الخبيزات هادو ممكن تعملوا لهم هاد الصلصة هادي اللي عملت لأنا، تغي شوية باش ما يجيوش ناشفين، او ممكن يعني تعملوهم مباشرة بدون اي صلصة. عملت هذيك الصلصة اللي هي من السماء بحال المايونيز منسم بالثومة، غير شوية عملت شوية ديال الخس، وغنعمل هاد الطريفات ديال الكبدة. ايضا هاد الكبدة ممكن تطيبوها مع شويه ديال المطيشه، حتى هي كتجي زوينه في هذه العماره هذه، خصوصا اذا كانت الصلصه ديال الطماطم خاطره يعني عقده، كتجي زوينه في هذه العماره هذه. انا غنعملها هكذا لانها سهله، غير طيبتها بلا مطيشه. المهم غنعمر الخبيزات بنفس الطريقه، يعني صلصه ديال الثومه والخس وطريفات ديال الكبده، غنزين بشويه ديال الحبات ديال المطيشه. صافي غادي نحط الطبق ديال الدجاج، راه سخن وتحمر مزيان، والبطاطا ايضا غنحط احدى طريفات ديال الدجاج في الطبق ديال التقديم. الا بغيتو ممكن هذيك المريقه اللي بقات في الطنجره تزيدو تسخنوها وتسقوا بها الدجاج، المهم انا ما عملتهاش، خليتو هكذا ناشف. تاهو غادي نزينو بهكدا ديال كويرات ديال مطيشة صغيرة. من بعد ما طاب هداك القطر ديال السكر والماء، غنحيد هداك القطعة ديال الحامض وغادي نضيف معلقة كبيرة ديال الموارد الخاص بالحلويات، طبعا ممكن تعملو المزهر ايضا الى بغيتو، وغادي نسقي به هذاك القطايف. نحاول انني ما نسقيش لان القطر سخون بزاف، ما نقيسش هذاك الجبن لان هذا الجبن هذا غادي يدوب الا كان القطر سخون بزاف، بينما هذيك القشطه العربيه ما كتذوبش لانها يعني كيكون فيها مايزينا وكتكون فيها الجبن البلدي، يعني ما غاديش يدوب. المهم كنسقيها مزيان بهذا القطر هذا، يعني القطايف كيكونوا باردين والقطر كيكون سخون. الى عندكم شويه المكسرات زينوا به يكون احسن، انا ما عنديش، كفيت غير بالجبن وشويه ديال الورد يابس. غنعمل شويه القزبر المعدنوس فوق هذاك الدجاج والبطاطا، وايضا كيف ما قلت لكم واحد الحبات ديال المطيشه. هذوك القطايف اللي شاط لي راه عملت لهم فحال البغرير، ذوبت شويه ديال الزبده مع العسل وسقيتهم. صافي هذا هو الفطور ديالنا ديال اليوم، كيف ما كتشوفوا ساهل يعني ماشي شي حاجه صعيبه. عملنا دجاج في الفران مع البطاطا، خبيزات معمرين بالكبده، قطايف ديال الجبن، سلقت شويه ديال البيض وسخنت الحريره ديال البارح، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطابله ديالنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله نتلاقاو في المائدة ديال غدا. السلام عليكم.